شيخ دقيقتان تفصلنا عن نهاية البرنامج. وهذا سؤال من أم مشاري من السعودية تقول: هل صلاة الاستخارة خاصة لصاحب الحاجة فقط؟ وهل فعلي صحيح إذا صليت الاستخارة نيابة عن أولادي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل. وهذا يدل على أن الاستخارة تكون من الإنسان نفسه، لا يستخير له غيره. وهذا الذي عليه جماهير علماء الأمة، أن الاستخارة يباشرها صاحب الحاجة. نعم. فهل يسوغ ويصلح أن يقوم بالاستخارة غير الإنسان؟ من أهل العلم من قال لا بأس، وهذا قول لبعض فقهاء المالكية. نعم. أنه يجوز أن يستخير غيرك لك، وبنوا هذا على أن الاستخارة دعاء، والدعاء يصلح أن يكون من الإنسان نفسه ويصلح أن يكون من غيره. فنقول لا بأس أن يستخير لك غيرك، لكن ينبغي أن لا تفرط في السنة. أنت احرص على أن تستخير وتعمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، كما يعلمه السورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وتسمي الحاجة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم في كذا وتسمي الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ينبغي أن يقوله وهو حاضر القلب، ويجعل الخيار والخيرة لله رب العالمين، يسلم الأمر لله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، هو البصير بما ينفعك ويصلحك.